كل هذه الخطوط الحمر هي عبارة عن شواطئ كانت عامة قبل الاستيلاء عليها، فيما الخطوط الصفر هي الأملاك العامة التي لا تزال متاحة للعموم، لكن معظمها ملوث باستثناء عدد من الشواطئ، ومنها شاطئ أبو علي في كفر عبيدة قضاء البترون. هنا يتجمع الأهالي متخوفين من مشروع يحضر. في عالم اشتروا عيارات المجاورة لهالشط وعم بيجربوا صلن من قبل، وهلأ حتى عم يجربوا يسكروا على العالم. تم تفكيك حيط الدعم من الأشخاص اللي حابين يستثمروا هون، قال عم بيزبطوه بس هو ما بو شيء، وأصلا مش من صلاحياتهم، هيدا من صلاحيات وزارة الأشغال. هاي الشاليه قديمة معمولة أيام التعديات، يعني أيام يمكن الحرب أو قبل، وهلأ عم بيستغلوا أنه موجودة يرجعوا يزيدوا عليها إنشاءات. وينقسم المحتاجون إلى عدة مجموعات تفاعل كل منها نشاطها الميداني. لا يريد الأهالي أن تشهد هذه المسألة مداً وجزراً، لذلك ها هم يستعدون في الأيام المقبلة لاستكمال لقاءاتهم المكثفة مع مختلف المعنيين، آملين أن ترسو قضيتهم على شاطئ الأمل. يتمسك هؤلاء بشاطئ أصبح جزءاً من ذاكرتهم الجماعية وحياتهم اليومية. كل أهل الضجع، أهل بترون كفر عبيدة، كل الضجع بقضاء البترون، في ناس 30 و 35 سنة بتنزل، ونحن منحبه يضلوا هيك أوثنتك مثل منه بجماله بطبيعته. على طول نحن منسكت على هالموضوع، بس هالمرة أنه زهقنا، ونحن صراحة كل سنة منجي ومننظف البحر قبل ما ننزل. في المقابل للمستثمرين رأي مختلف. هيدا الشط مفتوح للكل ورح يضل مفتوح للكل، اللي بيحق لنا فيه بأرضنا اللي هي ملك خاص نعمله رح نقدر نعمله. هي شاليه موجودة عم نستخدمها، يعني منحط فيها كرسي طاولة، هيدا هو كل موضوع الاستخدام، يعني ما فيها استخدام شخصي. بيقولوا ان هيدا الاستخدام قد يتطور الى مشروع. هيدا استخدام برجع بعدلك تحت القانون وضمن شو بحق لنا منتصرف. وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية كان قد التقى الأهالي ووعدهم بإرسال وفد من المهندسين إلى المنطقة لكي يبنى على الشاطئ مقتضاه.